وعندها حتى تبديل آخر في صفوف العهد. رياضية عالية عم تعمل فريق العهد 4 أهداف بمرمى الأنصار من دون رحم اليوم لعب فريق العهد. كشوك بيلعب الكرة بوجه القدم الخارج جميل جدا لعب موسى الطويل، موسى الطويل بمواجهة نادر البزري، مين رح يتفوق؟ نادر البزري سريع جدا سريع جدا على اللاعب، يعني واضح انه عنده امكانيات. محمد عطوي بيلتف حمزة عبود راح بالاوفر لاب جميل جدا ولكن التمريرة خاطئة والتغطية من نادر البزري وعم يكسب ايضا رمي. طبعا عم بحكي انه قد تكون ردة الاعتبار موسم ولكن بالتاكيد محمود الانصار عنده مباراه مش بس انقاذ الموسم، مباراه شفناها بمباراه اليوم ايضا مع البزري. الجماهير الانصاريه يخففوا عن نفس نتيجه المباراه ووقع نتيجه المباراه الثقيله على الانصاريين. هناك دقيقه فقط على نهايه الوقت الاصلي من مباراه اليوم، نادر البزري ايضا عنده مهارات يعيد كرته الخلفيه مجددا بالناشئين 6 مرات بطل لبنان بالامال 4 مرات مع المدرب بس المرمى، المدرب بس المرمى مع الشباب 6 مرات، ايضا مع الاشبال 5 مرات، يعني القاب والقاب للعهد، نادي القاب. الكره حاليا عم تنحط، حسين حيدر بيسدد جنب القائم الايمن سنتيمترات قليله جنب. نذكر مشاهدينا انه الاخاء الاهلي علي بمباراه كانت فاصله اقيمت على ملعب العهد بافتتاح الجوله 22 من بطوله الفا لكره القدم، كان قدر يفوز على شباب الساحل بهدفين مقابل هدف واحد. شوفوا مرور من البزري على الطرف الايسر صاحب الرقم 13 بمر ممكن يلعب الكره العرضيه، لا بغير رايه بحاول يلعب كره تواجد كثيرا بتشكيله 18 بحب ينهي المباراه بالوقت هناك الكره العرضيه، انما كره عرضيه عم تنقطع الى خارج ارض الملعب، كره عرضيه كانت من نادر البزري. طبعا حارس المرمى بحكام اجانب يقودوا المباراه، مباراه بيتحمل مسؤوليتها الانصار الجهات الفنية. حسين حيدر نادر بزر مجددا بعيد كرته الخلفية.